بدون شك. وإذا ندخل في لين الاعتبار مثلا فقط الزيارات المتكررة من الوزير بلينكين في كل هذه الزيارات هو دائما يريد أن يتكلم ويريد أن يسمع، مش فقط التحدث أو نحن لازم نقول للخليجيين موقفنا، ولكن لازم نسمع من الخليجيين من الدول الأخرى في المنطقة ما هي رؤيتهم، ما هي وجهة نظرهم، لأن لدينا إذا نحن نأخذ كل الملفات في العين الاعتبار غازا لبنان والسودان وسوريا وإلى آخره، دائما نحن في الاستشارة وفي تنسيق مع هذه الدول.